مصادرة لافتة فيها تصويرة الملك محمد السادس نصر الله وفيها مناشدة تاع الساكنة بغينا نعرفوه شكون هو في هذا المكناس اللي غيأمر بهذا الشيء هذا خصنا نعرفوه باش أنت صادر لافتة ما فيها حتى شي عيب فيها مناشدة للملك لأن الناس الصحافة هنا خاصها سميتو تتم المصادرة ديالها هذا الشيء لا يعقل اننا نوصلوا لهذ الحاله في مكناس انهم صادرين طرف ما دانيش كرويه الناس تتقلب على الصداع وتقلب على حنا ما كنديرولها شغب لا حتى شي حاجه الحمد لله حنا تنقصدوا حق شي عاد لهاد وليداتنا نوفروا لهم الاماكن فين يمارسوا الهوايه ديالهم السلام عليكم وكنت نتاسفوا غايه الاسف لهذا الشيء اللي حصل اليوم خصوص بعد الناس اللي ما عرفناش شكون هما تيقول لك انهم عندهم تعليمات من جهات عليا ان على اساس باش ما يترفعوش واحد اللافتات في وسط الملعب في وسط الجمهور خصوص ان هاد الشباب اللي جاوا كيطلبوا فقط بتوفير ملعب بلدي اللي كان توضعت المراسيم ديالو وتم تدشين من طرف السيد العامل صاحب الجلاله على مكناس وفي اخر المطاف تنشوفوا ان وزاره الشباب والرياضه ان تتملص من من من, من المسؤوليه ديالها بخصوص الدعم اللي كانت خاصه انها تعطيه وللاسف ان كنشوف ان كانت واحد المقابله اليوم انها كتسود في واحد الجو اخوي بين فريقين مكناسيين عريقين كاين ناس هنا في مكناس ما عرفناش شنو السبب انه واش عندهم شي مشكل مع ويسلان ليس بالامس القريب انها كتم تحيد واحد المدرسه اللي هي ديال الانسيجيو من ويسلان تتمشي لجهه اخرى اليوم تنسمعوا ان الملعب ديال ويسلان البلدي اللي كان المرتقى كانت تبدا فيه الاشغال شحال هادي ان تلغات الصفقه ديالو ما عرفناش المبرر العقار موجود ومفر الناس اللي الشركاء موفرين السيوله اللي من القلاع العتيق ديالهم الا وزاره الشباب فلهذا كنطلبوا من المسؤولين انهم يلتفتوا لهذ الجهه المقصيه المهمشه للاسف انها ولات مجرد انها واحد البقعة خاصة للسكن الاقتصادي يعني كيجيبوا ناس من جهة اخرين يسكنوا تما ولكن البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والدار هذا ما كايناش بتاتا فبالله عليكم ان الفريق ديال فتح ويسلان ان كينشط في بطولة الهوات الازيد من 7 سنوات او فما اكثر ولحد الان لا يتوفروا على ملعب بلدي قار به ولا كيطرح كل مرة الجهة كل مرة فين يزاول التدريب فين شارك في جزء المباريات ديالو هادشي كيحز في النفس ربما التاريخ كيعيد نفسه ليس بالامس القابل بالامس البعيد في التسعينات كان الفريق كينشط بالقسم الوطني الثاني وتيتم الاقصاء ديالو من طرف الناس ما عرفناش شنو السبب علاش ان داكشي تيتحك فلهذا حنا الا كان كناشدوا صاحب الجلاله نصره الله انه باش يرسل واحد الناس اللي بحثوا في الامر وشوفوا شنو السبب ديال هادشي هذا كامل. السلام عليكم الاخوان اليوم كنتواجدوا في ملعب الشرفي كما تشوفوا الجمهور الويسلاني جميع الفرق الويسلانيه اليوم حاضره كلها بشعار واحد وكطالب بناء ملعب بلدي في مدينه ويسلان دخلنا اللافتات ديالنا اللي مكتوب عليها تنطالبوا بملعب بلدي يكون عندنا في ويسلان وبالصور ديال سيدنا بكلشي ديالنا لكن السلطات ديال مكناس منعت اللافتات يدخلوا ما عرفناش السبب شنو هو قالوا بان داك الشيء نديروه احنا عندنا في الجامعه ديالنا واش بغينا نعرفوا واش ويسلان ما محسوباش على مكناس ولا ما كانش محسوباش على مكناس تولي ويسلان كمدينه بالوريقه ديالها بكلشي ديالها باش ما يبقاوش بزاف الناس تبقاو يقولوا واش ويسلان راه مدينه ابراهيم اللي تقولوا حنا ديما حنا هذا هو التناقض اللي حنا عايشين فيه اليوم حنا كنتواجدوا الفريق ديالنا حاليا راه خاصنا بجوج لواحد مع الفريق ديال تولال هي من مكناس رابحه وغدا مخيره حافظه التيران لقاش هي عندها ملعب ديالها بنفس العشب اللي كان ملعب الشرفي ويسلان ما عندها حتى شي ملعب فرق ديالها دائما تيمشيو حتى للمدن الاخرى بالنسبه لمكناس تيجيو حتى لمكناس تيدخلوا هنايا ويترينيو هنايا اليوم كنا جينا هنايا بكلمه واحده بيد واحده تنطالبوا بملعب بلدي يكون في ويسلان طالبين ملعب بلدي يكون في ويسلان شكرا. السلام عليكم اولا نعرفكم بالاسم الكريم حسن عبد اللطيف مستشار اعلامي جمعيات التواصل الاعمال الاجتماعيه والبيئيه والثقافيه بمدينه ويسلان جئنا كنساندوا هذا الفريق المحلي الويسلاني الشباب لفريق كره القدم
جينا كنشجعوا هذا الفريق المحلي الوسلاني ونحن غيرون وفرحانون بهذا ان شاء الله النتيجه هذه. والسؤال مطروح، نريد ان نطرح السؤال على وزير الشبيبه والرياضه، لماذا الملعب السوسيو المتواجد بمدينه ويسلان لماذا هو الان لا زال مغلوقا؟ ما هو السبب؟ نريد ان نعرف. نحن في جمعيات وجئنا بتضامن مع الجمعيات الاخرى، نطرح السؤال على وزير الثقافه والرياضه والشبيبه، لماذا الملعب الان ما زال لم يحل الى الساعات الان؟ ما هو السبب؟ نريد ان نعرف. نحن ان شاء الله في جمعيات تضامن الاعمال الاجتماعيه والثقافيه، ونوضح الى الراي العام المحلي الوسلاني، نريد ان يحله في اقرب وقت ان شاء الله لكي تستفيد منه ساكنه ويسلان، وشكرا لكم ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله. إذن فحضورنا اليوم ها هنا بالملعب الشرفي بمدينة مكناس هو عبارة عن مؤازرة لفريق مدينة جماعة ويسلان، كذلك حضورنا هو تعبير عن سخط وغضب لفعاليات المجتمع المدني وكل محبي الفريق عن عدم التزام ووفاء باقي مكونات يعني دعم برنامج بناء الملعب البلدي لجماعة ويسلان. أقل ما يقال عن هذا الأمر أنه استهتار بشؤون المواطنين، استهتار بالمواطنين، انه استهتار بحاجيات وخصاص لجماعه يبلغ عدد سكانها اكثر من 150 حوالي 150 الف نسمه. لا يمكن القول عن هذا سوى انه العبث، العبث في اسمى تجلياته. تمت اليوم مصادره مجموعه من اللافتات التي هي لافتات بسيطه تعبر عن مطالب شعبيه، لافتات تعبر عن مطلب بسيط، مطلب المجتمع الرياضي بمدينه ويسلان، وهي مطالب تعبر عن رغبة ساكنة ويسلان في ملعب بلدي كان قد التزم جميع الشركاء من خلال اتفاقية الشراكة على بنائه، ليفاجأ الجميع بانسحاب أحد أهم الداعمين وأحد أهم الشركاء. ومن هذا المنبر نطالب جميع المسؤولين، نطالب جميع الفعاليات والضمائر الحرة بالتدخل العاجل من أجل تقويم الأمور وإعادة الثقة في المؤسسات، لأن إخلال مؤسسة وطنية دستورية بالتزامها الموقع من خلال عقد الشراكة التزام هو إخلال بالمسؤولية وضرب لثقة المواطن في القرارات الرسمية وفي اتفاقيات المبرمة ما بين مختلف الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة التي تهم مشاريع البنية التحتية والمشاريع المهيكلة. والجميع يعلم دور الرياضة في تأطير وتكوين وكذا إعمال السلم الاجتماعي، فنتمنى أن يجد نداؤنا هذا آذانا صاغية، وشكرا.